الحمد لله، يعني احنا فرحانين باش حققنا الانجاز هذا الكبير بالنسبه لينا، بالنسبه لكاع الشعب المغربي. ودابا في يدينا واحد فرصه اخرى، يعني باش نزيدوا نكتبوا التاريخ ويعني نزيدوا نفرحوا الجماهير ديالنا. احنا كنستعدوا شويه علينا باش نواجهوا هذه المقابله اللي تكون يعني في مستوى كبير، وانا متاكد بان غادي نكونوا على اوتر ان شاء الله. هي تكون مقابله اللي قلت لك في مستوى كبير، مقابله اللي خصنا نكونوا مهيئين نفسيا مزيان وبدنيا، وغادي تلعب في يعني في جزئيات صغيره. كنظن الفريق ديالنا كما شفتي في ثلاثه المقابلات فيعني بدا غادي وكيتحسن في كاع المقابلات، ماتش مورا ماتش كان كيحسن الاداء ديالو، ويعني واصلين لهذه المقابله بواحد كنظن بواحد المستوى اللي مزيان، واللي نقدروا ان شاء الله نحقق واحد النتيجه اللي تبقى تاريخيه ان شاء الله. وكنشكروا كاع الجماهير المغربيه اللي كانت ساندنا، يعني اللي جات هنا واللي كتفرج يعني في دارها يعني في المغرب ولا في الغربه. فكنشكرهم كاملين، كنحسوا ب يعني بالتشجيع ديالهم، وكنتمنوا نزيدوا نفرحوهم ان شاء الله.